السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الليلة الفيديو من حتة عجيبة اللي هي مدينة مالينو، تبعد من مكسر حكاية بتاعت ساعة ونص. ان شاء الله هتستمتع المنظر، هخليكم طبعا المناظر، ما عايز اقول اي حاجة طبعا، بس المنظر واستمتعوا بس يعني. Thank you.
طبعا الليلة حنجرب البتاعة دي اسمها شنو؟ العلاقة دي نتعلق نجرب نتزحلق. أول مرة طبعا ما حصل جربتها لكن يلا نتوكل على الله. Oh, di sini? Ya, gitu. Oke. 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 Let's go. Woo! In. That's so hot. Woo! Huh? Allah, na mamtia. مخيفة مخيفة. أخيرا حصلنا حاجة كده سريعة كده بيفكوا في اللجام حق ال حق ال حق الحصان. اوكي كده بس تنغ 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 دول يا اوكي terima kasih banyak bos ya. Fotonya di mana didapat nanti? Oh, diambil ini. Iya. Tapi kebalik, enggak ada yang langsung. Ada juga dua ini kayak ini. Tunggu, tunggu. Sementara vlog ya. Apa? Ini طبعاً المزرعة بتاعت الاستروبيري الفراوله بس حالياً لسه ما في ناس. مش ما في ناس حالياً القدار حاليا الفراوله لسه صغيره يعني ما فيها حاجه فما حنقدر ندخل لسه ما في انتاج حنقدر ندخل كده كان شكل كده من برا وخلاص ما في حاجه طبعا دي المزرعة بتاعت الشاي زي ما شايفين الشجر بتاع الشاي واللي بينتج منه الشاي يعني هنا في المنطقة دي اللي اسمها مالينو دي المزارع بتاعت الشاي لأنه المنطقة باردة وكده فالمنطقة وكده وعاملينها في شكل زي ما بيقولوا منطقة سياحية كده يعني الدخول لها ب50,000 روبية يعني نوعا ما غالي صراحة لكن الناس بتجي والحتة حلوة والجو جميل وحتى المناظر ممتازة يعني هتشوفوا إن شاء الله المناظر في باقي الفيديو. ده طبعا الشاي نجرب نضغ طعمه كيف ولا شاي ولا شيء كلام فارغ زيه زي اي صفق يعني
اخواننا الشاي الشاي بيجي شاي كوفتي كمان